صباح النور يا حاج جيت انت خب اليوم اي تخب اليوم تحيا تونس قديش <applause> عمرك انت عمري 92 92 اه اه العبيد اللي اخترتهم اليوم اه اقنعك برنامجهم والله حتى تكاك على نلقى قدام حتى تلي ان شاء الله الناس كلها طيبه والناس كلها تصفى ناس مليح ان شاء الله وشنو انتظاراتك من مجلس النواب الجديد؟ ان شاء الله تكون مبروك على تونس ان شاء الله يا رب ان شاء الله تكون تعبين نحن في حالة. ثم توا نحيو الاخر وكاو اي جايه باش نتخب للشباب خلي توقف لنا تونس وتنظف اي اليوم اللي اخترتهم اللي باش اختارهم اليوم هل اني كريت برامجهم تعرفهم اه على وجه الله هكاك باش نحط صبعي لل للناس الكل يطلع واحد خايب الله هو هو ربي نحن نجروا على وليداتنا نحن ما عادش م... وش ما زالنا باش نعيش لا سكر لا زيت لا حليب تونس مشط على راحة سيدي محرز وسيدي عاد بن حسن وربي هو اللول اللي واقف معانا تونس رانا في حاله السبابيل كلتنا الخماج كلتنا الربيره ربي زاد عطانا الوباء اش مازال لينا تونس يرحم يا الزين العابدين يا لا اختيارك اليوم هل انه على ضوء برامج على ضوء اشخاص تعرفهم على ضوء يعني قناعات على ضوء؟ قناعات وبرامج ومستقبل الاجيال القادمه ان شاء الله، أولادنا مستقبلنا ان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله اليوم ما تخافش انه ربما الاطراف او بعض الوجوه السابقه ستعود ولا الانظمه ولا الاحزاب السابقه ستعود في من ابواب اخرى وعن طريق اشخاص اخرين ما تعرفهمش ما ما كل شيء جاهز وكل شيء ممكن اما ان شاء الله ما ما عادش يرجع ما نفعوش بحد شيء زيد احنا ان شاء الله نحب وجوه جديده اجيال جديده مستقبل جديد وان شاء الله تونس جديده ان شاء الله رسالة اليوم شاء الله الرساله اللي توجهها لممثلي الشعب الجدد ان شاء الله يخدموا تونس هذا شنو نقول ان شاء الله يخدموا تونس الاجيال الجديده والشباب الساعد هذا جديد يلقى مستقبل احنا تونس لقيناها باهيه وان شاء الله نخليه الاجيال الجايه بعدنا باهيه ان شاء الله بحول الله اللي مجيت تنتخب مع با <applause> شنو رايك في الانتخابي؟ باهي خرجت بكري على اساس انا باش نادي واجب الانتخابي كايوان ناس ان شاء الله مطلع خير الانتخابات هذيا وان شاء الله يخدموا على ارواحهم ما يصير الناس كيما صار سابقا ناس تمكمك وناس فهمني تبيع وتشري في ضمايرها ان شاء الله هذوما يخدموا تونس بحقيقه خاطر عندنا رئيس على حقيقه يخدم نظيف او موان جانا انسان نظيف فهمني يلزم يكون الناس اللي بعده يكونوا نظاف ان شاء الله هذا اللي نتمناه احنا فهمني انا واحد من الناس هذا اللي نتمناه في البلاد هذي ان شاء الله البلاد هذه تولي بخير وكاو المرضيه ما فماش حامله هي خير باش تنقص فيها برشا حاجات برشا ترافيك فهمتني وجيت اخترت على ربي وكاهو ما عنديش حتى فكره على برامجهم فهمني ما عندي ثقه وكاو في الناس اللي موجودين تو ما تخافش اللي يرجع نفس السيناريو نتاع البرلمان السابقة؟ ما عادش ما يخوفنا. ما عادش تخاف لكن ما عادش ما يخوفنا. ما عادش ما يخوفنا فهمتني؟ اللي يصير على ربي. نحن نتمنى الخير لبلادنا وماذا بينا بلادنا تمنع من برشا حاجات وعلى ربي وكا هو فهمتني؟ هي الرسالة اليوم اللي توجهها للفريق الجديد الذي سيمثل الشعب فيها؟ إن شاء الله يخدموا الشعب، إن شاء الله يخدموا الناس. ان شاء الله يكونوا عندهم ضمير يعني تونس مستحقه الناس عندها ضمير فهمني ناس تخاف ربي ما عادش كيما نحنا كنا الاخرين اللي عطينا فيهم الثقه فهمني وغشونا ما كانوش في المستوى مش اللي كنا نكرههم ولا خاطر برنامج انسان معين ولا برنامج الرئيس ولا نحن نحبوا نضيف اللي يخدم الناس اللي خافوا ربي معناتها الدنيا فيها موت خافوا ربي نقول لهم هكا هو فهمتني توا واقف ما تعرفش على روحك شنو يصير يعني يخدم الناس بضمير وخليها على ربي تو ربي يعم الخير لو الناس كانت تخدم بثقه وتخدم بضمير وصدقني تو الخير يهبط على البلاد هذه ونحبو نمنعوا بلادنا فهمتني ما تستاهلش تونس هكا ماذا بينا تتقدم بلادنا وتتفرهد وتنقص يعني غالية المعيشه وتفيق وم... يلزمنا برلمان يلزمنا برلمان يلزمنا غادي باش نقعدوا هكا نوخروا بالتوالي يلزمنا نقدموا ويلزم ماذا المواطنين الكل جيت تنتخب حتى ولو برشا عباد يقول لك يعني ما عملوا لنا شيء وما صرنا شيء والدنيا غليت وماشيين نوخروا اكثر وكل شيء ماذا بينا تو نزيدوا نقدموا ننتخبوا عليه ما ننتخبوش كل انسان مواطن عنده الحق في الانتخابات انتخب وحط اللي تحب انت ونشوفوا ان شاء الله البلاد تتحسن وان شاء الله الوضعيه تتحسن خير من اللي كنا تو كل معنا وكل منتخبري معناها من الواح كل واحد فهمني يعطي في برنامج نتاعو وان شاء يطبق كل معنا مرشح عاطي برنامج وان شاء يطبق الكلام فما داكود وفعلا ربي يجيبو في سون. بالنسبه للاختيار ناقصين دعايه معناه المواطن يبدا يلوج شكون باش يحط عرفت كيفاش ناقصين دعايه شنو هي الرساله اليوم انت كمواطن تونسي اليوم وجيت تنتخب توجهها للاشخاص اللي باش يمثلوا الشعب التونسي في مجلس النواب الشعب الرسالة هو الابتعاد على على الانانية والجهوية يخدموا مصلحة الوطن بصفة عامة ويهتموا بالمشاكل الرئيسية خاطر هما قاعدين أكثريتهم يحكيوا على البطالة وعلى كذا وماهيش من مشمولات حكاية البطالة ثم أمور أهم من, من, ذلك كما الصحة كما التعليم كما الإصلاحات اللي يقوموا بها في البلاد أهم من المشاكل هذه